السلام عليكم أعزائي الفلاوين، بونجور تو الموند. غادي اليوم نحضروا طبق الفاصوليا البيضاء على الطريقة الإيطالية أو شوربة الخضار. aujourd'hui on va préparer une soupe de légumes à la façon italienne avec des haricots blancs. suivez la vidéo. تابعوا الوصفة والمكونات غادي تلقوهم في صندوق الوصف. هنا راني نفخت اللوبيا ليله قبل بالرند وشويه ثوم. جي ترومبي ميز هاريكو بلون اون وي اون افونس افيك اون في دو لوريي اي كالكو دوز داي.
هو الطبق وجد، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، جربوها هي لذيذه بزاف. فوالا مون بلا اي تيرميني، جيسبر كو زافي ايمي لا فيديو، فو لايكي فو زابوني ا ما شين، سي اون ريسيت تري ديليسيوس بور لوتون.